عشرة أعوام من الرسم والإبداع للفنان التشكيلي محمد هارون حتى تخرج جدارية ما بعد الطوفان بهذا الحجم الضخم وبكل تلك التفاصيل التي جسدت بالفرشاة والألوان أول مدينة بشرية بعد طوفان نوح كما تخيلها صاحب الجدارية. حاولت أعمل اللوحة ديت بعد ما رست السفينة على الجبل وبدأوا ينزلوا منها ويكونوا أول قرية على وجه البسيطة بعد الطوفان. وبعدين حرصت وأنا بشتغل إن ما يكونش الذكر زي الأنثى، الفيل غير الفيلة، التمساح غير التمساحة، وهكذا الحصان غير الفرسة، علشان أبقى صادق. وصورت كمان سيدنا نوح نازل عليه الإرسال من السماء من خلال ملكين في الغيوم منزلين عليه الإرسال يقولوله فيه إن ده المكان اللي هتتم فيه بناء قرية أو مدينة صغيرة على وجه البسيطة الكرة الأرضية بعد الطوفان. تجذب الجدارية المهتمين بالفنون التشكيلية والمتذوقين لهذا الفن المفعم بالمشاعر، وأصبحت أيقونة مصرية ممزوجة برؤية ومنهج خاص بعد أن اعتمد هارون أسلوبا مختلفا في صياغتها. عامل لنا الفنان محمد هارون مركزية في البصر، يعني ازاي يخلي اللوحة بالطول ده كله، الجدارية طولها 16 متر ونص، ان يعمل مركزية في نص اللوحة ويقدر يسيطر على كل العناصر الموجودة فيها. دي كان حاجة من اصعب الحاجات اللي انا شايف ان ممكن تكون قابلته. ما بعد الطوفان ليس فقط عنوانا لهذه الجدارية الضخمة، ولكنه اسم لمعرض الفنان هارون الذي قدم فيه كذلك لوحة للملكة بلقيس ملكة سبأ مع مجموعة أخرى من اللوحات يغلب عليها الطابع الشعبي. بخروج تلك الجدارية إلى النور وعرضها للجمهور يتحول حلم فني لصاحبها إلى حقيقة واقعة يجسد من خلالها قصة خالدة ألهمت فنانين على مر العصور والأزمنة المختلفة. طريق علي من القاهرة، برنامج اليوم على الحرة.